بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب؟ شباركم موش مسوي طيبين معكم عبد العزيز اوغست مدريد. قبل نبدا المقطع صلوا على حبيب محمد، اللهم صل وسلم على حبيب محمد وصحبه اجمعين. طبعا اليوم جايب لكم شرح الثغرة. طبعا الشغلة انا ما كان ودي اشرحها عشان ما تقفل، لكن تقريبا بدأت تنسى، يعني في كم شخص كذا يعرفها، فقلت خليني انزل الشرح عنها ما دام يعني خربانة يعني ممكن تقفل الثغرة. قلت انا ما ودي انزل عشان ما تتقفل، يعني فعشان ما يدرون عنها وتتقفل، فأشكر الله يعني بنزلها وشكر الله. يعني شو تسوون؟ أول شيء كل الروابط راح أحط لكم في الوصف. أول شيء تدخلون على موقع سوني انترتينمنت نتورك، تحطون نسيت كلمة مرور زي كذا، تفتح لكم الصفحة هذه. بعد ما تدخلون على الصفحة هذه تحطون الإيميل. الإيميل طبعا وش هو الإيميل؟ لازم تكون أي آي دي عندك، أو سو آي دي تعرف تاريخ الميلاد حقه. زين، بعد ما تسوي تحط الايميل حقك زي كذا، تحط متابعة. الحين ندخل على الايميل، بتجينا رسالة منهم حقت طبعا هذه حسابات جديدة توي مسويها. تغيير تجيك رسالة تغيير كلمة المرور، تدخل عليها الحين. الحين شو اسوي؟ راح احط التاريخ 1 يناير. اتوقع اني كم حاط، انا نسيت، ظهر 1900 الظاهر. ايوه شفتوا، هذا التاريخ ميلاد، تاريخ ميلاد بعرفه. الحين هذه اسحبوا عليها مرة. شو تسوون؟ تقفلون الصفحة هذه، تقفلون الصفحة هذه. بعدين نفس الكلام، تحطون الايميل الثاني، تروحون لم هذه تحطون الايميل اللي ما تعرفون، او الاي دي، ايميل الاي دي اللي ما تعرفون تاريخ ميلاد حقه. بعدين شو تسوون؟ تكتبون الكلام نفس اللي قبل بالضبط، شفتوا؟ بعدين متابعة، راح تجيك رسالة. هي تقريبا نفس كل شيء بالضبط، يعني بدل تاريخ ميلاد تعرف تحط اي دي او ايميل تعرف تاريخ ميلاد حقه، نفس الثغرة اللي قبل، بس الفرق انك تعيدها بس تكون تعرف تاريخ الميلاد. الحين شو تسوون؟ تعلم تغيير كلمة مرور، بعدين تدخل عليه هذه رسالة حقتهم. ايه الحين جينا هنا، طبعا شو تسوي؟ نفس الثغرة اللي قبل، فحص العنصر، بعدين كنترول اف، بعدين تكتب هنا ار اي جي، بعدين سلاش اي سي سي. الحين روح للمقطع حقي هذا، شوفوا هذا الكلام اللي تلصقه، نلصق الكلام هذا. دقيقة وين راح الكلام اللي تلصقه؟ هذا هو، نلصق الكلام هذا نسخ، بعدين نروح لم هنا edit، هذه edit a is hotmail، بعدين نمسح هذا كله ونسوي لصق. طبعا بعضهم يجي عند بين الاي والاو نجمة، اذا صار في نجمة تمسحها وتضغط متابعة زي ما تشوفون. الحين يمدينا نغير باسورد وكل شيء، يعني بوريكم. خلني نغير مثلا، طبعا هذه كلها ما ابيها بس انا بوريكم. خلاص يقول تم تغيير كلمة المرور بنجاح. الحين سوينا كل شيء. الشرح سهل جدا مرة. اللي ما فاهم او اي شيء او عنده اي استفسار او شيء يجيني على البيبي او على الكيك او على التويتر. وبس اتمنى الشرح عجبك، وتسأل لك سبسكرايب كنت فلت. واتمنى اي واحد يبي المقطع راح اخليه ياخذ اي واحد، تقدر عادي خذ المقطع وحطه في قناتك، حطه في اي شيء. فاتمنى اي واحد بينزل المقطع او الشرح يحط رابط قناتي في الوصف حقه وبس. فما الله.